بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كنت تعانين من شحوب وإصفرار بالوجه، أول حاجة تبحثي عنها هي ماسك لشحوب الوجه، ولكن الماسك لا يعطي نتيجة لنسيان الأسباب التي لشحوب البشرة، والتي غالبا ما تكون أسباب داخلية من بينها فقر الدم وقلة شرب الماء وبعض أنواع الطرق الخاطئة للرجيم التي تتسبب بنزول مفاجئ للوزن وهي منتشرة وبكثرة وللأسف، كذلك قلة ساعات النوم عن عدد الساعات الافتراضية للنوم، وممكن أن يكون عامل وراثي والبشرة بطبيعتها مائلة للون الأصفر، كذلك في بعض الأحيان يكون بسبب خمول الغدة الدرقية أو بسبب نقص بعض الفيتامينات مثل الفيتامين بي، وكذلك يجب أن تتأكدي أنه لا يوجد فقر دم، وأيضا عمل تحاليل للغدة وتأكد أنك تشربين كفايتك من الماء والعصائر الطبيعية والسوائل الأخرى، كذلك والإكثار من عصير البرتقال والجزر يعطي رونقا ونضارة وصفاء للبشرة، وسبق ووضعت عليه فيديو بقناتي. عندما نعرف هذه الأسباب ونعرف أنها غير متواجدة، نقوم بعمل هذه الوصفة الرائعة جدا لإزالة شحوب واصفرار الوجه، ومن أول استعمال النتيجة واضحة. نأخذ ملعقة طعام من الدقيق الأبيض، الطحين الأبيض أو دقيق المخبوزات، الدقيق الأبيض، ونأخذ شاي الكركديه. نقوم بأخذ الكركديه، زهرة الكركديه، نأخذ ملعقة شاي من زهرة الكركديه، نغليها لمدة 5 دقائق في كوب من الماء، نتحصل على عصير الكركديه وهو مفيد جدا ورائع في هذه الوصفة. نقوم بخلط الوصفة أو الدقيق الأبيض بعصير الكركديه، حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على البشرة بهذا الشكل. يوزع هذا الماسك على بشرة الوجه، وكذلك يمكن استخدامه للرقبة. يترك لمدة 20 دقيقة، وبعدها يشطف بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات والترطيب حسب نوع بشرتك. إذا كانت البشرة جافة يكون الترطيب بزيت جوز الهند أو زيت السمسم. نستخدم هذه الوصفة يوم بعد يوم، يعني يوم نستخدم الوصفة ويوم لا. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك للبنات الصغار من عمر 15 سنة فما فوق، ولكن قبل وضع هذه الوصفة على كامل الوجه يجب عمل اختبار تحسس على منطقة الذقن. يمكن تكون بشرتك تتحسس من عصير الكركديه. يمكن الاحتفاظ بباقي الوصفة في الثلاجة صالحة الاستخدام لمدة 3 أيام. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.